قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. هناك شغلة مخلوقة مع الإنسان وهي اعتياد المنظر، يعني من الأشياء التي جزء خلقه، كيف يعرق، كيف يجوع، كيف يتعب، كذلك كيف يعتاد المنظر، يعني يسميه روتين. فلو التفت العاقل مسلما كان أو غير مسلم إلى أن هذه مسألة اعتياد المنظر خطيرة وليست صحيحة في مجال التفكير بالله سبحانه وتعالى وليس في مجال الاستمرار بالعيش. الاستمرار بالعيش مثلا أنا أذهب إلى ملحمة فلان، أنا معتاد أنه ملحمة فلان في فلان شارع فلان رقم في الدكان، فأروح أشتري، معتاد صارت عندي عادة أني إذا أريد أشتري لحما أذهب إلى فلان مكان، وإذا أريد أصلح سيارتي فلان ميكانيك فلان مكان، معتاد أنه أروح حتى أمشي حياتي، ومعتاد أنه مثلا إذا كنت أريد أرتوي أشرب ماء موجود في الحنفية. هذا في العيش، ولكن في التفكير بالله سبحانه وتعالى خطأ. الاعتياد على المناظر يعني شنو؟ يعني أنا أسأل أقول أين الله؟ ما شفت رب العالمين؟ أين آيات الله؟ أين رسل الله؟ أين أولياء الله؟ لماذا أسأل عن غائبين؟ لأني أنا متعود على الموجود، فلو أنا ألغي مسألة الاعتياد على الموجود أجد الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى آخر أنه أنا لما ألاحظ الإنسان، أحد الأخوة الحاضرين، واحد من الحاضرين ألاحظ هذا مخلوق، هذا المخلوق له فوق وله تحت، له أمام وله خلف، له عينان وله أذنان، الأذنان بطرفي الرأس، الرأس يحوي أهم نقطة وهو العقل والمخ، والرجل لا تحوي شيء مهم مثل المخ، المهم صاعد فوق غير المهم نازل جوا. هذا الإنسان يمشي إلى الأمام لا يمشي إلى الخلف، هذا الإنسان يتكلم بعدة لغات، هذا الإنسان فيه الأسود والأحمر والأصفر والأبيض، أبيض أوروبي، أصفر آسيوي، أحمر هنود الحمر، أسود أفريقي، وفي حنطي أيضا من الشرقيين. لما التفت حتى أشتغل على العادات أكتشف الله سبحانه وتعالى. إذا اكتشفت الله سبحانه وتعالى بآياته ووجوده في الحياة، بعد ما أعتاد على مناظر أقول هذا جبل موجود، لا، لازم أفكر في الجبل كيف نصل، من الذي نصبه، أفلا ينظرون إلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض، مولانا أنت تتحرك سيارتك في كندا وغير كندا تلاحظ أراضي منبسطة انبساط ميكانيكي، سبحان الله العلي العظيم، بس شيء مدهش كلش، يعني انبساط مثل الأرض هذا المسجد، وإلى الأرض كيف انبسطت، كيف سطحت، أفلا ينظرون، يعني النظر معناته إلغاء العادة، إلغي العادة، هاي العادة ضيع عليك التفكر بالله سبحانه وتعالى. إذا اكتشفت الله تكتشف أن الأشياء متباينة حسبك مو حسب الله.
يعني عند الله ما تكون قوية وكن ضعيفة، كن هشة وكن صلبة، كن بها ضبابية وكن ما بها، ما عندك شيء، كن يعني درجة واحدة هي الوجود، بس يقول كن إنما أمره كذا، أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هاي المقدمة الثانية، هم صارت واضحة. اكتشف أنه بالنسبة إلى الله الكون كله مستوي، يعني حينما يخلق نبة أو يخلق نملة يقول لها جنس كن، وحينما يخلق مجرة يقول شنو كن، نفس الكون. فإذا الأشياء بالنسبة إلى الله شيء واحد، يعني بكل واحدة يقول وتنتهي الأمور، معناه ماكو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى مكان صعب ومكان سهل. كل الأماكن، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أصبر على ما يقولون، يعني أنا خلقت السماوات والأرض، هذه بالنسبة لستة أيام مو مات لكم، هاي مات التقدير، يعني خليت لكم زمن حسبكم، ولا بالنسبة لله ماكو وقت. السماوات بالنسبة لله والوجود مخلوق وموجود وما ماكو وقت أصلا، هو ماكو حساب وقت، يعني عدم الزمن بالنسبة لله سبحانه وتعالى. يقول أنا أصلا لا تعبت ولا عرقت ولا أخذتني سنة ولا أخذني نوم ولا أعياء ولم يعيا بخلقهم، يعني هو مثل ما تفكرت وثم شلت الفكرة من راسك، ما أصلا ما كلفني شيء أصلا. إذا هذه أي مقدمة الأخرى على المعلومة، اكتشف أن الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم، حينما يقول الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يكلمنا حسب منطقنا مو حسب منطقه. شلون حسب منطقنا؟ يعني دي يقول أنا أغلب الذي يغالبني، لكن لو ادقت في الواقع تلاحظ أنه لا يوجد غالب ومغلوب، إنما موجود غالب دائما، والغالب دائما لا يقال له غالب. يعني شوف أنا أبين لك شوية حلبة مصارعة، يصعدون اثنين متصارعين، يصارعون، هذا يمسك هذاك يمسك، هذا يمسك يده، يتغالبان، يتغالبان لأنه الاثنان لهم قوة، فهذا يحب أن يغلب، ذاك يحب أن يغلب، ثم الذي يقال له غالب هو ذاك الشخص الذي يجعل المصارع على الأرض ويخلي كتفه على الأرض مرة واحدة، ولا هو يكفي أن يسجل عليه نقطة يقول أنا الغالب. لكن الله سبحانه وتعالى ماكو واحد حتى يكون يتغالب معه، يعني لا يوجد أحد، هو فقط، هو فقط الله موجود سبحانه وتعالى، لا يوجد غالب لله. لكن إذا أحد نفكر نقول من يستطيع أن يقضي على طاقية العراق؟ من يستطيع أن يسقط الاتحاد السوفيتي من هاي الشيوعية مالته والكفريات مالته؟ يا صواريخ عبر القارات تسقط هذا القوة الشرقية، المعسكر الشرقي، من يستطيع أنه يجعل الاقتصاد الغربي ينهار انهيار فظيع جدا إلى الحضيض؟ من يستطيع أن يقضي على فلان الإمبراطورية؟ لحد الآن تقريبا يعني الإمبراطوريات اللي بالعالم المعروفة تقريبا سبع إمبراطوريات حكمت العالم، هذه الآن إحنا نعيشها إمبراطورية أمريكا، هذا بالنسبة لنا يعني الإمبراطورية السابعة هي إمبراطورية أمريكا، قبلها ست إمبراطوريات صارت وراحت ما انقضى عليها، فلم كذا تطعهم بخيل ولا رماح ولا رجال، ما صارت لا قتل ولا رحت ولا قاتلت، بل الله يسلط رسله على من يشاء. الله سبحانه وتعالى يبعث يقول لك هو غالب دائما، يعني لا يوجد شيء مثل هاي لعبه مالتك انت تخليك، هاي هنا هاي هنا، تقول العواد تواجهني.